بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين. أخي الطالب، مرحبا بك في رحاب معهد التربية البدنية والرياضية لجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران. أخي الطالب، هنيئا لك لحصولك على شهادة البكالوريا، متمنيا لك كل التوفيق والنجاح في مشوارك الدراسي الجامعي. أخي الطالب، مما لا شك فيه أن شغلك الشاغل في هذه الأيام هو اختيارك للتخصص الجامعي المناسب الذي يلبي كل طموحاتك. أخي الطالب، إن معهد التربية البدنية والرياضية يتيح لك فرصة التوظيف كأستاذ في مادة التربية البدنية والرياضية في المؤسسة التربوية، سواء في الطول الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، أو كمدرب في أحد النوادي الرياضية، أو إنشاء مؤسسة ناشئة في هذا الميدان. إذن إنك هنا في المكان المناسب. إن معهد التربية البدنية والرياضية يتيح لك فرصة التكوين بداغوجي علمي جد متميز لنيل شهادة ليسونس ماستر دكتوراه في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، سواء في التخصص التربية البدنية والرياضية أو تخصص التدريب الرياضي. هذا التكوين يسهر عليه طاقم بشري جد مهم من أساتذة وعمال يطمحون لتقديم ما هو أفضل. إن معهد التربية البدنية والرياضية يسخر بإمكانيات مادية وبمنشآت قاعدية جد مهمة، نذكر منها مركب رياضي يحتوي على مسبح أولمبي، قاعة متعددة الرياضات، بالإضافة إلى قاعة كمال الأجسام، وقاعة خاصة للجمباز، بالإضافة إلى جناح سعة 2000 مقعد بداغوجي. وفي الأخير أخي الطالب، مرحبا بك في معهدك معهد التربية البدنية والرياضية للعلوم والتكنولوجيا.